مرحبا فيكم مشاهدينا من جديد ومنتابع جولتنا اليومية على بعض الأخبار العربية والعالمية. وننطلق من الولايات المتحدة حيث تعرض محتويات المنزل الذي أقام فيه مغني البوب الراحل مايكل جاكسون في آخر أيامه في صالة مزادات الأسبوع المقبل، ليغلق بذلك فصل في قصة بدأت في عام 2009 بالعثور عليه متوفيا، وانتهت الشهر الماضي بوضع طبيب جاكسون السابق الدكتور موري الذي أدين بقتله وراء القضبان. وتعرض في المزاد نحو 500 قطعة، أغلبها من اللوحات وقطع الأثاث والزينة من منزل الذي طبعا سكن فيه واستأجره في بلير جاكسون، والذي استأجره أثناء إعداده لسلسلة من الحفلات الموسيقية كان ينوي أن يعود بها لعشاقه في لندن. لكن عددا محدودا فقط من هذه القطع كانت له علاقة شخصية بجاكسون وأطفاله الثلاثة. وقد قال المسؤول عن المزاد: على الرغم من أن تلك المتعلقات لم تكن ملكه، فإنها كانت متعلقات تحيط به في الأشهر الأخيرة من حياته. توجد رغبة كبيرة في اقتناء أي شيء مرتبط بمايكل جاكسون، لكن ملك البوب ترك بالفعل بصمته على مرآة مزخرفة في غرفة النوم، وكتب رسالة بخط يده تقول: قطار المثالية مارس أبريل وحتى مايو، في إشارة على ما يعتقد إلى التحضير لحفلته في لندن. والمرآة كانت جزءا من خزينة ملابس، ويقدر أنها ستباع مقابل ما بين 6,000 و 8,000 دولار. وننتقل إلى لبنان، حيث تتواصل فعاليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب بنسخته 55، ومن بين سلسلة التواقيع التي شهدها المعرض رواية مشاعر مهاجرة ووجدانيات كلمنا اسمي، طبعا هن كتابان وقعا بقلم الكاتبة الأردنية منى الشرافي تيم في جناح الدار العربية للعلوم. الزميلة كريمة الهاشم حصلت على نسختها الموقعة وعادت لنا بالتقرير التالي. اتصفت كتاباتها بالتشويق وسلاسة اللغة، ووصلت رسالتها إلى قرائها بأبسط معانيها. قلمها حر لا يخشى التعبير عما يدور حولها من قضايا، فماذا أضافت في رواية مشاعر مهاجرة؟ رواية مشاعر مهاجرة شوي فيها شوي غرابة، وفيها رسالة كتير قوية. مضمونها في كتير علم نفس، لأنه الشخصية الرئيسية بالرواية اللي هي ديانا طبيبة نفسية، هي إنسانة كتير عقلانية، إنسانة كتير واقعية، إنسانة كتير ذكية، بتفهم المرضى تبعونها وبتتعايش معهم، بتتفهم مشاكلهم، ولكنها كانت عاجزة على تفهم مشكلتها، كانت عاجزة على وضع يدها على حقيقة مشاعرها. الرسالة الموجودة بالرواية أنه على طول خلينا نحلم، كتير حلو الحلم، وكتير حلو نهرب شوي من واقعنا إلى الخيال، ولكن ما نتعدى هالحدود. هي الراوية التي تشعر، وهي أيضاً الشاعرة التي ترجمت لحظات وجدانية في كلمنا اسمي. كلمنا اسمي، بتعرف يعني أنا اسمي منى، وكلمنا اسمي يعني بلاحظ هون للقارئ أو السامع أنه كلمنا اسمي يعني أنه مستعمل اسمها. فعلاً استعملت اسمي لأنه أنا كتير مع المرأة، وأنا بحب الرجل، يعني أنا إنسانة بعطي للرجل حقه وبعطي للإمرأة حقها، ولكن تبقى المرأة بشيء من الضعف، والمرأة بحاجة إلى هذا الغرور، إلى النرجسية، إلى النظر إلى نفسها وعدم انتظار الآخرين. حوالي 45 قصيدة بيتضمن طبعاً بالرواية حتى وبكلمنا اسمي، من عزلت ككاتبة عن واقعنا، عن الربيع العربي. تكلمت عن الربيع العربي، تكلمت عن أنظمتنا العربية، كتبت قصائد. عندي تقريباً أربع أو خمس قصائد كتباها عن الربيع العربي.
مشاهدينا خلينا ننتقل لفاصل قصير ومن ثم نعود مع سوالف فنية. ومنختم أخبارنا مع سوالف فنية، وفيها 8000 شخص من لبنان والدول العربية يحتشدون في شمال بيروت للقاء السيدة فيروز. كل التفاصيل منتابعها في التقرير التالي. بصوتها الغير اعتيادي أطلت السيدة فيروز بحفلين استثنائيين على جمهورها في ساحل علمة في لبنان، لتجدد فيهم مشاعر الحب والحنين والثورة والأمل، ولتمزج لحظاتهم بالماضي والحاضر والغد. بعد أكثر من عام مضى على وقوفها على مسرح لبيال في قلب بيروت، وقفت فيروز بثوبها الأبيض على مسرح بلاتيا في ساحل علمة، وغنت وأكدت من جديد أن صوتها خبز يومي لمحبيها وجسر عبور إلى عالم قوي دافئ يعبق برائحة الحب والحرية وعشق الوطن. وأمام صالة تغص بعشاقها غنت إيه في أمل، على جسر اللوزية تعاو لا تجي، غير أهل الهوى، وأغنية الوداع، وغيرها من الأغاني التي تغرد كل صباح ومساء على شرفة أيامنا مع الأوركسترا بقيادة هاروت فازليان. سيدة فيروز فنانة عظيمة الحياة، وأتقنت فن إلى أبعد الحدود. شو بتذكر فيروز؟ فيروز رح يكون أول مرة بحضرها ككونسرت، حضرتها كمسرحية من كم سنة، فأنا عبالي لأنه محرزة أنه أتليست مرة بالحياة تشوفها، لأنه اللجان تبعنا يعني. كثير مبسوطة إجي أشوفها، وبعرف قديش رح يعني عارفة شو ناطرني، عارفة قديش رح نتأثر وقديش رح نبكي وقديش رح نزقف وقديش رح نعمل بيس وقديش رح نوقف. هيدا الأمل الوحيد اللي باقي لنا، وطلع مزبوط إنه إيه في أمل من ألبوم اللي أطرحته أكتوبر سنة الماضية. مبروك لهالمحل يلي انبنى لتفتحوا سيدي فيروز. أنا برأيي إنه هو يرد على شيء وشعور لكل الناس لكل العالم. يعني ما فيك، هي أكبر من أي وصف بكل الأحوال، وهي صوتها مجد لإلنا، مجد للبنان، مجد لكل شيء منعيشه بحضارة وبرقي وبفرح. هي الوحيدة اللي عم تحقق لنا حلمنا بعتقد، بالنسبة لي أنا هيك بقول، يعني من أجمل الأحلام بحياتي عم تتحقق بس اسمعها بتغني، بس اسمعها بس شوفها بتطل. فرحان قوي، ومش عايز أقولك مدى سعادتي قد إيه أنا هشوف ست فيروز لأول مرة كده لايف. يعني شعور مكرر ومتراكم، يعني نحن فيروز شعورنا بيسبق قبل ما نوصل لعندها. بتصور رح نترجم كل أحاسيسنا الليلة من خلال صوتها، صوتها وحده يعني بيعبر عن كل هالألاف يلي جايين الليلة يحضروها، ومنعتبر أنه لازم دايما تضل ترجع الطل تتثبت أنه نحن بعدنا موجودين. كل ما هي الطل يعني نحن الناس الإنسان بعده موجود. وعلى مدى نحو ساعتين غنت فيروز، بل خاطبت بحرارة وحنين جمهوراً يعشقها، جمهوراً من جميع الفئات والطبقات تهافت من مختلف المناطق اللبنانية ليقوم بحوارات غنائية بينه وبين شخصية ترعرع على صوتها. أنا جاي من السعودية، صلي بحدود الأربع شهور مستنيها، مستني على الحدث هيدا، وجينا. والله هاي الحفلة ناطرينها من سنة الماضية، بس بعتقد رح تكون أحلى من سنة الماضية. صحيح، شعور ما بينوصف، أكبر من رائع، حلم حياتي. يعني هذه الليلة مش ليلة عادية، هيدا كرنفال إذا فينا نقول، ليلة الحب الفيروزي، ليلة الفن الراقي، ليلة تنظيف أسماعنا من قاذورات الفن اللي عم نشوفها ليلة يوميا. يعني تظل فيروز هي النهر الذي يجمع اللغة والفن والجمال، جمال الروح. سابقا الجميع يعلم أن الفن أقوى وأسرع وصولا إلى أرواح الآخرين مما يحدث. فيروز هي عالمنا الجميل في ظل
التوترات. وهيك مشاهدينا بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. كل الشكر على حسن المتابعة وإلى اللقاء.